اتفقنا أنا ومجموعة من الأصدقاء تلقي بعض الصدقات منا وتصنيفها للفقراء بحكم الأصدقاء منهم مسافرون وهكذا، هناك أموال بعض الناس تتبرع معنا. شرع لنا البعض أن نأخذ هذه الأموال ونضعها في مشروع نثمره ونوزع أرباحها للفقراء، هل لنا ذلك؟ أم لا؟ استأذنوا بعض، لأنها ليست أموال زكاة، فاستأذنوا يستأذن بعضكم بعضا، بارك الله فيك.